جولات مستمرة ومتابعات ميدانية بدأها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية فور توليه مهام عمله ليتعرف على مشروعات المحافظة الجاري تنفيذها أو المتعطلة للتعرف على أسباب توقف العمل بها. كما بدأ المحافظ الجديد في ترتيب دولاب العمل بالمحافظة ومجالس المدن والمراكز والأحياء من خلال الجولات المفاجئة، وكانت أولى جولات محافظ القليوبية الميدانية هو تفقد أعمال المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر. كما حرص محافظ القليوبية على تفقد مشروع 30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخنكة، اتبعها بجولة ميدانية بعدد من المناطق والمشروعات بمدينة كفر شكر. كما أجرى جولة مفاجئة شملت عددا من شوارع مدينة بنها في إطار حرصه على متابعة أعمال النظافة والإشغالات، وجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمدينة القناطر الخيرية.